تعال عندنا الفيديو، تعالوا نشوف فيديو جميل لقفشة مع اللاعبين الصغيرين ونرجع لحضراتكم مرة تانية. ما تتحسبش كده يا صاحبي، هي مش مجرد قضية، لازم كل يوم تثبت انك قد المسؤولية، انك قد انك تلعب في تاريخ كبير زي نادي الاهلي، مش كده يا عم حارس؟ يا كابتن قفشة، انا بقالي 47 سنة شغال في نادي الاهلي وكل يوم عندي حاجة جديدة. رجاله فككم من اللعبه اللي احنا كنا بنلعبها دي، انا كنت بهزر معاكم، بس اهم حاجه نركز في شغلنا اللي انا قلته لكم. اوكي، هي دي روح الحلوه، هو دي تواصل الاجيال. ازاي النهارده وانت واحنا كلنا كنا لعيبه صغيرين وبتطلع الدرجه الاولى، ازاي اللعيب الكبير يحتضن اللعيب الصغير، يديله الثقه في الملعب مع اول تجربه، وهو ده اللي احنا بنشوفه في مباريات النادي الاهلي. واحد زي احمد عبدين، واحد زي معتز محمد لعب قبل كده، زي مازن اسامه، ثلاث عناصر مبشرين ازاي يدخلوا وسط الفرقه، ازاي كمان رسائل اللعيبه الكبار، واحد زي محمد مجدي قفشه للعيبه الصغيرين. نروح لفاصل، وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مره ثانيه.